لحد ما الاقي نفسي مرميه في الشارع، لا الاقي لقمه تقويني ولا حيطه تداريني. مين بس اللي قال كده؟ خلاص يبقى تكتب لي اللي بقول لك عليه. لا يا ليلى مش هكتب لك القهوه، انت مجنونه. اه مجنونه، هتكتب القهوه ولا مش هتكتبها يا جبريل؟ عيالي يخلوني، عيالي حمروا البيت. وانت خايف يا اخويا من عيالك؟ عيالك يا حبيبي مش هياكلوك انت، دول هياكلوني انا. وبعدين هو انت زعلان عشان النسوان اللي انت متجوزها سابت البيت يا جبريل؟ ايه عايزهم يرجعوا ولا ايه؟ عيالي سابوا البيت وبيخططوا لحاجه مش هيسيبوني في حالي. وانا ايه اللي يجبرني على كده بقى؟ والنبي اللي انا سايبه لك البيت. لو نزلت من البيت هتبقي طالق. اهو ده اللي انا كنت خايفه منه وعامله حسابه. بس هقول ايه؟ ما انت متعود على كده. بس انا بقى يا جبريل مش زي خيري، هتطلقني هتجوز غيرك، وهدور اقول للناس كلها ان المعلم الكبير اللي شنبته يقف عليها الصقر دخلت من عنده زي ما خرجت بنت بنوت. ولما الناس تسالني هو انت طلقتي ليه يا لولا؟ ده انت لسه داخله البيت يا بت، هقول لهم اعمل ايه؟ حظي ونصيبي وقعني في راجل ولا راجل ايه بقى؟ ايه ده؟ يعني انا اختك ولا ايه يا بنت الكلب؟ اوعي ايه؟ يا بنت الكلب؟ يا دماغي. يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، يا لهوي يا لهوي، فيك ايه يا اخويا؟ الدم ده الحقوني يا ناس، الحقوني يا خالد، الحقوني يا ناس، الحقوني والنبي حد يسجدني، الحقيني يا اختي. الراجل ونفسه على السلم، الراجل وقع ورايا والنبي سايح على السلم، الحقوني والنبي الحقوني حد يجيب الاسعاف. ولا كان انت بتعمل ايه هنا؟ قتلت جبريل. يا خفتي عملت ايه اللي كده تسيبه تاخده؟ خلصتك منه يا ليلى، خلصتك منه هتبقى حره. يا لهوي موتته. اه عملت كده عشانك وعشان تبقي معايا. يا لهوي بتعملي ايه؟ الحقوني يا ناس يا مجنونه. الحقوني.